أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول: ساهمت في مشروع وحصلت على أرباح في نهاية العام، والسؤال: هل الزكاة على أصل المال أم الزكاة على الأصل مع الأرباح؟ لا، الزكاة على الجميع، على الربح وعلى رأس المال، لأن الربح تابع لرأس المال، ولو كان الربح ما جاءك إلا قبل تمام السنة ساعة أو يوم، يتبع رأس المال، حوله حول رأس المال، يزكيه الربح والمال ورأس المال جميعاً.